كان انا ما طلعت حتى ابو نايف يقول لي هنا انا ما طلعت بعد لانكم كلكم ما طلعت تقولون صقر صقر الظاهر انا ما طلعت صقر هو الوحيد قم لا لا انا مو بقم قم كذا على كيفك قاعد قم ابشر بس عادي انا ما زدت طلعت يا ابو ملاهي انت ما زدت طلعت الا زدت طلعت لا ما انا ما طلعت يا ابو ملاهي من اللي طلع معي في كرة الحظ خلاص كلموه مو بنتم ها اللي طلع ابراهيم كلهم طلعوا كرة حظ طيب الظاهر احمد الحاصل هو اللي ما طلع بعد طيب اعطوني كرة الحظ على الشاشة القرعة نعم نبغى القرعة على الشاشة قرعة صور الشباب وفي بعض الشباب أتمنى تحمضون صورهم شوي لأن أشكالهم شوي في الصور يعني الواقع أحلى شو رأيكم فيني وأنا أعزز لكم إيش ها من هو أنت والله أنت والله أنت لكم طيب أعطونا كرة الحظ بسم الله بركة الله وتوكلنا وقف كنت حاسس انك بتطلع معي مصدرية ابراهيم ترى تطلع لا وقف ايوه يا ابو سعيد خليك على ما انت عليه كابتن كذا كابتن زبط على قاتل زبط انت زبط على زبط وزبط كيف شو اللي بتصاب طيب روح انا احس انه ماجد ابني وقف احساسي مش مع حلو روح كمل وقف عاد ورا كيف وقف محمد اليابسي تعالوا هنا شباب لا ما جيت تعالوا هنا راكان خمسة باقي واحد خمسة only five طب صف مع بعض يا شباب بسم الله طبعا أول شيء أول واحد طلع معنا من هو تركي ثاني واحد طلع معنا من تركي نواف علي عايض تركي محمد طيب تعال هنا محمد عايض طيب نبدأ الآن مع تركي تركي بيك تندو أنت تعتمد على ولا خلها بعدين لا كان بقول له سؤال ثاني بس عطى على عطونا كم آخر حلقة 11 ربع آخر حلقة نعم عطونا كروت الحظ ونشوف حظ تركي وش يقول ما شوف كبير السوق ما شوف مش مكتوب وقف سرير المدة يومين التركي وتستاهل احمد الله سبحانه نعم تستاهل ترتس ما احد عيرها طبعا السر الاسبوع اللي طاف كم كانت 350 سلام الاسبوع اللي قبله كانت مجانا الاسبوع اللي قبله كانت مجانا مو بالاسبوع اللي طاف اللي قبله كان مجانا صوت يا شباب الميزان يا عايد لبيت ملايين شيك تام رمر يوم فوق الامر خلاص انا اسف نكمل عايد اخوف مره والله بعدين شو ازرق والله اي لون تحبه الازرق صدق ايوه وش الاسباب وقف كبير السوق كبير السوق كذا حركه عطها للرقصه عطها لازم اقرا معودات بعدين موفق يا نواف اي خدمه تبغى يسير الربع الله يعظمكم علي ترى بيطلع لك تعشي على اليسار قلت لا قبل ترى والله قلت له بعشيك طيب شوف ويعشيك يا ام لهي ها عشيك مش بس سعد شايفني يا اخوي والله مش بس يلا نكمل واللي بو طيب والله ما ادري مش مكتوب وقف مش في مزايا رصيد 40 ريال وتستاهل تستاهل طبعا يا شباب المزايا ما اشوفها وش فيه المزايا والله ما اشوفها بتشوف مزايا وش يعني خليني اطلع لك مزايا يلا بتشوفها طيب وشي ما اشوفها باقي في المزايا تعشي اللي على يسارك
يالله هذا يا شباله. او 200 ريال رصيد. طبعا 200 ريال رصيد يا شباب تظنون انها بسيطه؟ يمكن تكفيك كم؟ ثلاثة اسبوع. طيب وعلى فكره يا شباب، على فكره عشان تكون في الصوره، ال 200 ريال الرصيدي الموجوده هنا يا عايد ومحمد عشان تكون في الصوره والمشاهدين بعد يدرون، ال 200 ريال الرصيدي هذه ترى تفرق في النهائي. ممتاز، كله كله الريال الرصيدي يفرق. طيب الان نشوف المزايا الباقيه، وباقي تعشي اللي على يسارك او 200 ريال رصيدي. والله ما تجوز يا تعشي علي، علي يا هو يعشيك. والله ما تجوز اللي بيطلع اول شيء بيطلع العايد. وقف رصيد 200 ريال رصيدي، رصيد 200 ريال رصيدي. والله ما تذوق. ويعشيك محمد اليافي. متى بتعشيك محمد؟ انت مدين. متى بتعشيك قهر يا ولد؟ هذا وش يشبعه؟ انت مدين. والله عاد جيب لها عاد ذبيحه، جيب لها ذبيحتين، ثلاث ذبايح. والله عاد هو يا ولد هذا خطير، لكن احنا خطير. التوفيق يا شباب. طيب نبي الكروت. صاحب الكرت الذهبي الاسبوع اللي طاف عايض، وصاحب الكرت الفضي من كان؟ ايه معك يا دحام. ها البرونزي بندر. طيب عايض نبي الكرت الذهبي، ودحام الله يكرمك نبي الكرت الفضي. نقوم وين وين؟ معي معي. بالمناسبة الفقرة هذه طبعا انا جيت وعشت معكم تحت الهواء في الكواليس. اكون معكم صريح، اكون معكم صريح، والله اني حبيتكم اكثر. لعني بدخل لو قبلها يا اخي احس شيء كيف انت شو انا قاعد افضفض لهم يوم رحت انت. طلع اوكي مع عميل تميز يا شباب، ما اقدر اقول له شيء. مرتين ورا بعض. سام طال عمرك. امر طلبي شكرا بالخير بالنور والسرور. ربهم لهي. امر تدلل طلباتك اوامر. هي طول عمرك وش اللي تبي؟ امر انت عميل مميز لمده يومين. تاخذ الهاتريك، تاخذ الهاتريك. ناخذ الهاتريك. من خليت الهاتريك دقي انا ما ادري عن القصد ترى اللي مخليها ابو نايف. اخذ الهاتريك والباقي هاتريك. ابو نايف، ابو نايف نقول الو. الاول من هو؟ يا سلام. الثاني؟ يا ساتر يا ساتر. الثالث؟ يو 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 يو. اذا خذيتها هاتريك شباب، اذا خذاها هاتريك. انا قد وعدت سلطان جابها مرتين ورا بعض، قلت يا سلطان اذا خذيت الهاتريك لك هديه، اطلب تمن. تعال اذا جبت الهاتريك اليوم امامهم كلهم بنفرح فرحه عارمه. هذا اول شيء. الشيء الثاني البطاقه الذهبيه هذه يعني في النهائي بتفرق كثير كثير كثير. الله يسمعنا خير. طلباتك بيض الله وجهك. الله يسمعنا. تراني ما اطلب، ما اطلب يعني ولا بقصر الشباب الباقيين، بس ما اطلب منك الا اني اعدك يعني امونك اخوك. انا فخار ذا ممتاز حبيبي اخوك. انا يا ابو ملهي فلك اللي تبي فقط. تبي تطلع يوم، تبي اجيب لك شيء، طلباتك تكون اوامر. والله نطول عمرك ما يمر عليك عد. والله يرفع قدرك. دحام، دحام جاب البطاقه الفضيه كم؟ مرتين. مرتين اسبوعين ورا بعض متتالي. دحام له نفس المميزات اللي عند عايض اذا جاب البطاقه الفضيه. بندر خذ البرونزيه ثلاث مرات بس ضيعها. آه بس انا اسف بالنيابه عنك. ها انا اللي اسف بالنيابه عنك يا بندر. يقول بعد صرخ انا حرق عليها جعلها فداك يا بعد. طيب سامي صحيح. طيب ولا ياخذ البطاقات ذي بعد؟ يطلب، يطلب ويتمنى حتى اللي ما ياخذها يطلب. بيض الله امر تدلل. والله كفو يا ابو. وش اللي تبيه يا صقر؟ بعد الاسلوب ذا يا ابو بلاي. يا اخي انت بعد التقويم، بعد التقويم انت صاير حكايه ثانيه يا صقر. طيب احتاج معي هنا يا شباب، ولا عليكم امر يعني حاتم تفضل، نواف تفضل مكانكم. اروح مكانكم؟ لا وش تروح؟ تروح اروح انا طويل العمر. لا والله اقعد ولا طلعت تزدري. الكلام الحلو يخلصني. مو ملهي. طيب نبي نصف هنا. بالعاده بالعاده نوقف هناك صح؟ ذا المره بنصف هنا. باقي متسابق واحد. صقر 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 بلال تعال. اي يا صقر. هوا ابو ملحي. ابو ملحي اللي ياخذ البطاقه الذهبيه يطلع برا. لا ياخذني معه انا. سلام. ياخذني انا معه.
والله مما يشرفني. اشرف لي والله. اشتري فرقاي انت ادري. لا والله رفع عليك. تاخذني انا اشتري قوتك. لا والله كم. ايوه بس هو طيب. طلع فيها شف بيض الله وجهك عايض خلاص. اذا خذاها دور طلباتها اوامر. الله اوامر ولا هي مني انا يعني بعد من ابو نايف بعد. يا سلام دحام اذا خذاها للمره الثالثه هاتك طلباتها اوامر. نواف كان قريب والله منها وهذه تعني لك الشيء الكثير في النهاية. معليش أنا أعطيت الكاميرا ظهر. أنا آسف يا كاميرا. نواف أنت كنت قريب منها واجد. حاتم كذلك كنت قريب منها واجد. صقر كذلك كنت قريب منها واجد. هذه بتفرق معكم في النهاية إذا انتهى التتويج وبديت تتابع وأنت مبسوط وفخور بالشيء اللي أنت قدمته خلال 90 يوم. بتقول ليتني سويت كذا عشان أوصل لكذا. هذه ما فيها شيء تتمنى. ليش؟ من الشخص الناجح اللي في داخلك. كل واحد منكم في داخله شخص يدفه ويدفعه للأمام. روح أنت تقدر تطيح عادي. ما في أحد في الدنيا هذه ما يعثر. ما في أحد في الدنيا هذه ما يشرب كاس المر. لكن تأكد أنه بعدين بيعيش حياة مغايرة مغايرة إذا كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى مؤمن بقدراته. اللي بقوله لكم يهني يا له اللي بياخذها اليوم وبتروح اليوم لشخص كافح كثير وحاول كثير انه يوصل للبطاقة الذهبية. تبون وش نعلن اول شيء؟ البطاقة الذهبية ولا الفضية ولا البرونزية؟ البرونزية. البرونزية البرونزية الفضية الذهبية. طيب البرونزية والله بتسم حق مستشفى يا عاد. نروح له نروح له يلا نروح له خليني بوسع. نروح له بالكاميرا الحين. روحوا له بنعلن البرونزية. نروح له. أنا أبيها تكون كذا فرحة عارمة للبرونزية. تمام أبي أجي أجلس جنب سلطان. معليش خلي 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 أرجع. أبي أعيش الفرحة معكم وأنا أشاهدكم كأني من المشاهدين. أحب طاقة إيش البرونزي وجابها هاتك. ألف مبروك. ألف 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 مبروك يا بندر الطاري. بندر ألف مبروك يا بندر. الله يبارك فيك. والله ألف مبروك تستاهل. طبعا الهاتريك هذا الهاتريك هذا اللي جبته سوبر هاتريك. سوبر هاتريك صح؟ سلام. ما حاولت انك شوي. طيب امانه بس لك سؤال وجاوب كل صدق. كل صدق. جبتها انت يعني متقصد ولا جات بالصدفه؟ لا والله انشادن حيلي. والله لك كفو تستاهل. كفو طيب يا بعد راس. الشيء الثاني سم. وش تطمح في النهايه؟ وش المركز اللي انت بيه؟ لي تطمح؟ المركز الاول باذن الله. باذن الله ان شاء الله. هذا طموح. وانا اتوقع انك تاخذها بعد باذن الله ان شاء الله. لانك شخص ان شاء الله يعني اشوف فيك والله العظيم الأنفة وفيك يعني صفات الرجل النبيل. الله يرفع قدرك ويطول عمرك. بالتوفيق. الله يرفع قدرك ويطول عمرك. طيب الفضية أتوقع أنك تأخذها يا صقر. الله يكتب اللي فيه. ولا الذهبية؟ الشيء اللي من صوبك يسوى للشيء الكثير سواء فضية ولا برونزية ولا ذهبية. طيب حاتم أنا طول عمر من بداية البرنامج يشرف إني دائما أقول يا بعد راسي حاتم والله أنا أشرف لي. تتوقع تأخذ فضية ولا الذهبية ولا واحدة؟ إن شاء الله الذهبية. نواف ذهبية إن شاء الله. انت الاسبوع اللي طاف ما كنت معنا لا الاول ولا الثاني ولا الثالث. انا ما شاء الله ما كان معنا لا اول ولا ثاني ولا الثالث. اتوقع الاسبوع الاخير منافس دائما. صقر منافس كذلك. حاتم منافس. نواف منافس. دحام ثابت. حاتم عايض. البقيه متحركون وهو اكبر. اسمع طيب
بنعلن لصاحب البطاقة الفضية. أبو نايف عطني الاسم يا أبو نايف. إيه. ونقول ألف تريليون ولا مو بألف تريليون. نواف بيك بيك. أنا حاتم بيك. أنتم ما شاء الله تبارك الله تشابهون بالملامح. تشوفكم تشابهون بالصفات ولا؟ والله ما يشرفني إني أتشابه مع أبو. طيب أنا بسأل أسئلة. طيب أبي أسأل أسئلة. كل واحد يجاوب جواب واحد بس. من الذكي فيكم؟ أنا. طيب من الغبي فيكم؟ هو. من الحلو فيكم؟ أنا. من الحسود؟ هو. هنا. طيب. نعلن يا شباب. نعلن. تريليون مليون مبروك للمتسابق عايض الفارس. هلا وسهلا. الله يرضى عليك. هلا 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 هذه كانت من نصيب لكن عاد انت شوف ايش قصرت فيه. لكنك خليت الفضية. يلا هل انت مستانس انك ما في الفضية؟ من هو اللي زعلان ترى الذهبية؟ زعلان انك ما يحتاج مستانس يا طول العمر لكن عادي اتنازل بها ولا احد ياخذ شيء. طيب تستاهل يا عادي. عادي اتنازل منها. لا ما تنازل. بس ما احد ياخذ شيء. ابو ملاي ابو ملاي ما نقدر. حش. ما نقدر مره ما نقدر والله. ابو ملاي بيض الله وجهه. وجهه. من هو الذي بتر الذهبيه عن عائد؟ عائد الله. لا طيب ترى الحين اي بطاقه نشوف الان صقر من هو اللي بياخذ البطاقه الذهبيه. مبروك. واللي تقدم نقول خطوتين وسبقكم بخطوتين للنهائي. نجم الجمهور أقول لكم شيء شباب. المركز الأول لصاحب البطاقة الذهبية نقاطة، عن المركز الثاني فرق 4000 ريال. عد الواضح 4000 ريال فرق. يعني مناسب. يعني هو مو بسبككم خطوتين الآن، سبككم 4 خطوات قدام. طيب واحد قدام وبتعل. بنعلن الآن. إذا قال دحام برجع 4 خطوات. الصاحب البطاقة الذهبية دحام. أحس بيقول دحام صاحبها. أتوقع إنك تأخذها. طيب. عشان سلمنا من هاك الخصم اللي جاء. طيب. إن شاء الله. نقول. ومعايا مخرج. نقول 1000 تريليون مبروك للمتسابق نواف السرع. خلاص 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 خل
استريحوا يا شباب استريحوا 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 الامر تمام نواف لبيك ولد قدم اربع حيوات دقيقة يا ابو ملاهي يوصل ياخذها في النهاية استريحوا يا شباب لو سمحت عشان احس اني فزت صدق عشان احس اني فزت ليه نواف ليه تاخر تخليني بقسم لك ضرب طاقة اكس ما بيننا ولا يهمك على خشمك العلاقات يعني على خشمك انا عقب يساعد الله يبارك فيك ابداك ومشبع الف مبروك الله لا يهينك ابو ملاهي حبيبي حبيبي بنقسم اقسمها بالاخر الليل وياك شوف النحل نواف السند اذا قلت نواف السند مستحيل اني اسكت بعدها تعرف تسلم الله ليش مستحيل اني اسكت؟ لانه المسيطر كبير السوق بحظه الحمد لله والبطاقه الذهبيه بيبناها الحمد لله توفيق الله فلذلك انت مسيطر توفيق الله وانت توفيق الله بالنسبه لي نجم هذا الاسبوع فعلك تسلم او اسف الاسبوع من بعد من بعد بدايه الاسبوع من بعد رجيله تشوفهم يا ابو ملاحي. طيب هذه البطاقه الذهبيه بيض الله وجهك زين مدة 24 ساعه تستخدم فيها الاشياء اللي انت بيها تبي تاكل تبي تشرب تبي تنام تبي جوال تبي الكبينه بيض الله وجهك تبيني انا انت هنا يا بعد راسي انا تعني ما عدك يا حبيبي الله يبارك فيكم لكم كلكم طيب. على روسكم كلكم استاهل نواف طيب يا شباب حبيبي جيت غير طيب معنا اتصال الان او ناخذ اتصال البطاقه الجمهور اللي هي مميزاتها تشمل الذهبيه علي شباب البطاقه الذهبيه اللي هي تشمل مميزات الذهبيه الفضيه البرونزيه تشملها بلس انها الدبل 24 ساعة تصير 48 ساعة ممتاز هي تشمل مع الفضية 5 ساعات خليناها دبل ممتاز 100 ريال رصيدي 300 ريال رصيدي يعني يكون 48 ساعة يصول ويجول في القرية على كيفه يسوي الشيء اللي هو يبي ممتاز يكسر حتى ياخذ الجوال يكلم